تحدثنا عن التمثلات في هذا البلاطو هذا، وبغيت نقول لكم بان التمثلات لا بد ان تكون مختلفه من شخص الى اخر. لماذا؟ لان العوامل الثقافيه والعوامل التربويه ومكونات الجينات الخاصه في كل واحد منا تجعل تمثلاتنا نحو قضيه المراه مختلفه. لكن هذه التمثلات تأتي من صور موجودة في المجتمع، يا إما تنقلها الدراما أو تنقلها الأغنية أو ينقلها مشهد في الشارع، أو هي مجرد صور ونحن نتمثلها. ثم انطلاقا من هذه التمثلات تتولد مواقف، les attitudes، من l'image، la représentation، l'attitude، le passage à l'acte. شنو le passage à l'acte؟ المرور إلى الفعل. المرور إلى الفعل يعني أننا نتصرف إزاء الآخر انطلاقا من تمثلاتنا بعد أن توقفنا من هذا الشخص، وهذا الشخص في ليلتنا هذه في موضوعنا هذا هي المرأة. فإذا منين كيجيو هاد السلوكات المتجاوزة لكرامة المرأة ولكل مبادئ الإنصاف والمساواة؟ تأتي من الصورة التي تدور، من التمثلات التي تبلور، إلى المواقف التي تحدد فنصل إليها. إذن الأصل هي الصورة، وهنا نرجع للدراما. الدراما المغربية في الواقع لحد الآن لا يمكن أن نتهمها بأنها أساءت للمرأة. ما نقدروش نقولوا أن هناك تراكم كافي للإساءة للمرأة، لا يمكننا أن ندعي هذا. وبالتالي عندما ندخل الدراما المغربية في مقارنة مع الدراما المصرية أو الدراما التركية، نظلم الدراما المغربية. الدراما المغربية في مراحلها الجنينية تتلمس طريقها إلى البروز، وأنا كنقول بأنها تتطور بشكل كبير جدا وتتموقع في الساحة الفنية بشكل كبير جدا، لكن لا يمكن أن ندخلها للمقارنة خصوصا في قضية المرأة. لكن نبغي نقول لكم انا كملاحظه من بعيد، يعني ما عنديش الادوات التقنيه والفنيه لكي احلل العرض الفني، ولكن كمواطنه بسيطه كنشوف مثلا الصوره التي كان المصريون من خلال الدراما المصريه يروجون لها ديال لي فارون ديال الفراعنه، كل شيء عندهم كبير. إذا بغيتو كتذكروا الكلاسيكيات المصرية، دايما الدار كبيرة، دايما كاين الخيل، دايما لابسين مزيان، دايما هما زوينين، دايما الضيعة، دائما هذه هي الصورة. إذا بغينا نذكروا مثلا صورة ديال بيت مصري ولا ديال المستوى الحضاري ديال المصري، دايما كل شيء كبير، هذاك الشيء ديال الأمريكا. حنا ملي كتجي الدراما المغربية كتلقى دايما كيتكلم على واحد جوج ديال الناس جالسين في واحد الغرفة صغيرة جدا، حاطين قدامهم واحد الوريقة ديال الأتي، ما عرفت منين مقلبين عليه، ما بقاش عندنا في السوق، ما عرفت منين جابوا واحد الصينية معوجة، واحد كنسوق لصورة مجتمع منحط، مجتمع متأخر، بينما نحن مجتمع متحضر مقارنة مع جميع الدول العربية. نحن بلد الحضارة بامتياز في آتاتنا، في حلوياتنا، في مطبخنا، في لباسنا، في كل شيء، ومع ذلك نلاحظ بأن الصورة التي تسوق عن المغرب هي صورة لم ينتبه إليها الفنانون مخرجون وسيناريس و إلا مؤخرا. عاد دابا بدينا كنشوفوا شوية صورة ديال المجتمع اللي هو متقدم.